بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة وصفات نودي. النهاردة جيت لكم بحلقة كبارة جدا، وصفة فعالة جدا، محتاجة بس انكم تجربوها النهاردة ان شاء الله. فيديو النهاردة هعمل معاك وصفة سهلة وسريعة وبسيطة جدا لتبييض المناطق الحساسة في الجسم. هتجيب معاكم نتيجة هايلة ومضمونة، يا رب تعجبكم. بس قبل ما ابدأ فيديو النهاردة، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بعمله. وصفة النهاردة معايا مكونات سهلة وبسيطة ان شاء الله، اللي هي موجودة بسهولة في كل بيت. معايا اول حاجة زيت زيتون، معايا سكر عادي خشن او مطحون، معايا نشا. تمام. اول حاجة امر تعمليها ان انتي هتمزجي في الاول، هتاخدي معلقة من السكر تمزجي عليها، جيب معلقة دي، هتجيبي معلقة من السكر، بعد كده هتمزجي عليها معلقة من زيت الزيتون، تمزجيهم مع بعض اهي، تحطي عليها وبعد كده هتقلبي بالشكل ده. تمام. بعد كده هتحطيها على المناطق الحساسة في الجسم، هتدلكيها كويس كويس جدا جدا، تفضلي تدلكيها، تبقى ماسك صنفرة كويس جدا لحد ما تلاقي المكان ناعم خالص. بعد كده هتحطي النشا، دي نشا، هتحطي النشا وتبدأي تدلكي برضو في المكان كويس خالص، وبعد كده تمسحي بقطنة في المناطق الحساسة. هتجيب معاكي نتيجة هايلة جدا، هتفتح الاماكن دي بطريقة هايلة وفعالة جدا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. وقبل ما انهي الفيديو، الوصفة لو عجبتكم ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بعمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.